موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. قال أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله، يعني بقوله جل ثناؤه: يا أيها الناس مشركي العرب وسائر أصناف الكفر، قد جاءكم الرسول يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، قد جاءكم بالحق من ربكم، يقول بالإسلام الذي ارتضاه الله لعباده دينا، يقول من ربكم يعني من عند ربكم، فآمنوا خيرا لكم، يقول فصدقوه وصدقوا بما جاءكم به من عند الله، بما جاءكم به من عند ربكم من الدين، فإن الإيمان بذلك خير لكم من الكفر به، وإن تكفروا، يقول وإن تجحدوا رسالته وتكذبوا به وبما جاءكم به من عند ربكم، فإن جحودكم ذلك وتكذيبكم به لن يضر غيركم، وإنما مكروه ذلك عائد عليكم دون الذي أمركم الله بالذي بعث به إليكم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. طبعا اللي مكتوب في المطبوعة دون الذي الله أمركم بالذي بعث به إليكم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، فيها يعني كنت حقول لسه دلوقتي هذه يعني هذا أقرب، أنه في نسخة تانية: وإنما مكروه ذلك عائد عليكم دون الله الذي أمركم بالذي بعث به إليكم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وده أكثرها اتساقا. وذلك أن لله ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا، لا ينقص كفركم بما كفرتم به من أمره وعصيانكم إياه فيما عصيتموه فيه، لا ينقص من ملكه وسلطانه شيئا. يعني التعليل بقوله فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، يؤكد أن المعنى فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فلن يضر الله كفركم شيئا، كما في الآيات الأخرى إنهم لن يضروا الله شيئا، وذلك لأن الله لا يبلغ العباد ضره فيضروه ولا يبلغ نفعه فينفعوه، لأنه له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا، وكان الله عليما حكيما، يقول وكان الله عليما بما أنتم صائرون إليه من طاعته فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه ومعصيته في ذلك، يعلم ما أنتم صائرون إليه قبل أن يخلقكم وقبل أن يجدكم
ولو لم يكن ذلك بإرادته لما أوجدكم، لأنه كان عليما. ولذلك لو أراد الله ألا يكفروا لما خلقهم، ولكنه سبحانه وتعالى حكيم. إن وكان الله عليما حكيما، وكان الله عليما بما أنتم صائرون إليه من طاعته ومعصيته، وعلى علم منه بذلك، وعلى علم منه بذلك منكم بالطاعة والمعصية منكم، أمركم ونهاكم حكيما، يعني حكيما فيما في أمره إياكم بما أمركم به، وفي نهيه إياكم عما نهاكم عنه، وفي غير ذلك من تدبيره فيكم وفي غيركم من خلقه. الظاهر والله أعلم ذكر الحكمة هنا من أجل تقدير الله كفرهم وشركهم وتكذيبهم، فكل ذلك بعلمه وحكمته سبحانه وتعالى. هو عز وجل ما أوجد الكفر والكفار والفسق والفسوق والعصيان والعصاة إلا بعلمه وحكمته، فله الحمد سبحانه وتعالى. وذلك ليعمل أهل الإيمان بطاعته وسط أهل الكفر والفسوق والعصيان. اختلف أهل العربية في المعنى الذي من أجله نصب قوله خيرا لكم، قال نصب خيرا على الخروج مما قبله من الكلام، لأن ما قبله من الكلام قد تم، وذلك قوله فآمنوا. وقال قد سمعت العرب تفعل ذلك في كل خير، في كل خبر كان تاما ثم اتصل به كلام بعد تمامه، على نحو اتصال خير بما قبله. فتقول العرب لتقومن خيرا لك، ولو فعلت ذلك خيرا لك، واتق الله خيرا لك. وأما إذا كان الكلام ناقصا فلا يكون إلا بالرفع، كقولك إن تتق الله خير لك، وإن تصبروا خير لكم. وقال آخر منهم جاء النصب في خير لأن أصل الكلام فآمنوا هو خير لكم، فلما سقطه الذي هو مصدر، الذي هو مصدر، اتصل الكلام بما قبله، والذي قبله معرفة وخير النكرة، فانتصب لاتصاله بالمعرفة لأن الإضمار من الفعل تم. فالقيام خير لك، ولا تقم فترك القيام خير لك، يعني ذلك. فلما سقط اتصل بالأول، ألا ترى أنك ترى الكناية عن الأمر تصله قبل الخبر، فتقول للرجل اتق الله هو خير لك، أي الاتقاء خير لك. قال ليس نصبه على إضمار يكن، لأن ذلك يأتي بقياس يبطل هذا. أطال في الحقيقة في إعراب هذه الكلمة، يعني هي لها وجوه عديدة في الإعراب. آخر قول منهم يكن خيرا لكم، تقدير يكن. قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يعني جل ثناؤه بقوله يا أهل الكتاب، يا أهل الإنجيل من النصارى لا تغلوا في دينكم، يقول لا تجاوزوا الحق في دينكم فتفرطوا فيه، ولا تقولوا في عيسى غير الحق، فإن قيلكم في عيسى أنه ابن الله قول منكم على الله غير الحق، لأن الله لم يتخذ ولدا، فيكون عيسى أو غيره من خلقه له ابنا، ولا تقولوا على الله إلا الحق. وأصل الغلو في كل شيء مجاوزة حده الذي هو حده،
يقال منه في الدين قد غلا فهو يغلو غلوا، وغلا بالجارية غلا بالجارية عظمها ولحمها إذا أسرعت الشباب، فجاوزت لذاتها يغلو بها غلوا وغلاء. جاوزت يعني قرينتها، يقولوا غلا بالجارية عظمها ولحمها إذا أسرعت الشباب، إذا كبرت مرة واحدة. عن الربيع قال صاروا فريقين، فريق غلوا في الدين فكان غلوهم فيه الشك فيه والرغبة عنه، وفريق منهم قصروا عنه ففسقوا عن أمر ربهم. هو الصحيح أن الغلو فيه ما قال أولا، أنهم قالوا عنه ابن الله، هذا هو الغلو، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. غلوا في المسيح عليه السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذا هو الغلو، إلا فكان غلوهم في الشك فيه، يمكن أن يقصد بذلك أن الشك فيه هل هو الله هل هو ابنه، فالرغبة عنه عن الحق يعني، أو الرغبة عن الدين حين غلوا في دينهم غير الحق وقالوا عن المسيح أنه الله وأنه ابن الله. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يعني جل ثناؤه بقوله إنما المسيح عيسى بن مريم. ما المسيح أيها الغالون في دينهم من أهل الكتاب الغالون، ما المسيح بابن الله كما تزعمون، ولكنه عيسى بن مريم دون غيرهم من الخلق، دون غيرها من الخلق، لا نسب له غير ذلك. الحاجة العجيبة إن الأناجيل التي تذكر عن لسان عيسى دائما يقول عن نفسه ابن الإنسان، ابن الإنسان، ابن آدم عليه السلام وابن بني آدم يعني وبناته، ابن مريم عليه السلام آخر من يعني ينسب إليها، ومع ذلك يصرون على أنه ابن الله. قال: ثم نعته الله جل ثناؤه بنعته ووصفه بصفته فقال: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسله الله بالحق إلى من أرسله إليه من خلقه. وأصل المسيح الممسوح، صرف من مفعول إلى فعيل، سماه الله بذلك لتطهيره إياه من الذنوب، وقيل مسح من الذنوب والأدناس التي تكون في الآدميين كما يمسح الشيء من الأذى الذي يكون فيه فيطهر به. ولذلك قال مجاهد ومن قال مثل قوله: المسيح الصديق، لأنه من عظيم صدقه زال عنه الأدناس. وقد زعم بعض الناس أن أصل هذه الكلمة عبرانية أو سريانية مشيحة، فعربت فقيل المسيح، كما عرب سائر أسماء الأنبياء التي في القرآن مثل إسماعيل وإسحاق وموسى وعيسى. قال أبو جعفر: وليس ما مثل به من ذلك للمسيح بنظير، وذلك أن إسماعيل وإسحاق وما أشبه ذلك أسماء لا صفات، والمسيح صفة، وغير ذلك وغير جائز أن تخاطب العرب وغير أن تخاطب العرب وغيرها من أجناس الخلق في صفة شيء إلا بمثل ما يفهم عمن خاطبهم. ولو كان المسيح من غير كلام العرب
لو كانت كلمة المسيح من غير كلام العرب ولم تكن العرب تعقل معناها ما خوطبت به. وقد أتينا من البيان عن نظائر ذلك فيما مضى. وفي قول تاني أنه مسيح ممسوح بالبركة لأن الله جعله مباركا أينما كان، وقيل مسيح بمعنى ماسح الذي يمسح المرضى فيشفيهم، وبمعنى ماسح بمعنى يمسح الأرض كلها فيزيل منها الكفر في آخر الزمان، الله أعلم. لكن الظاهر أنه كان يسمى المسيح في زمنه، لأن الله قال عن اليهود وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم، فده دليل على أنه كان اسمه ليه المسيح، وليس أن ذلك في المستقبل أنه عندما يمسح الأرض مما بها من الشرك والكفر فتصبح كلها أمة واحدة على التوحيد. فإما مسيح لها معان هذه أظهرها، كثير منها يصدق بعضها بعض، يعني ممسوح بالبركة هي زي أنه مسح من الذنوب، لأن البركة إنما تحصل للإنسان بسبب تركه الذنوب. أما المسيح الدجال فإنه بمعنى الممسوح العين صرف من مفعول إلى فعيل، هي بنفس الأمر يعني أنه ممسوح يعني. فمعنى المسيح في عيسى صلى الله عليه وسلم الممسوح البدن من الأدناس والآثام، ومعنى المسيح في الدجال الممسوح العين اليمنى أو اليسرى كالذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو صحيح أنها اليمنى وأن اليسرى ناتئة، أن اليسرى بارزة. وكلمته ألقاها إلى مريم فإنه يعني بالكلمة الرسالة التي أمر الله ملائكته أن تأتي مريم بها بشارة من الله لها، التي ذكر الله جل ثناؤه في قوله إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، يعني برسالة منه وبشارة من عنده، يعني بذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت في بدء أمري أنا دعوة أبي إبراهيم ورؤيا أمي التي رأت، يعني إيه بدء أمره أن إبراهيم دعا بدعوة فكانت استجابة هذه الدعوة. كلمته ألقاها يعني رسالته، ده كلام الطبري، رسالته جاءت بها الملائكة، جاء بها روح القدس يبشر مريم عليها السلام بولد منها اسمه المسيح عيسى بن مريم. وسيأتي كلام آخر في هذا الباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.